انطلقت فعاليات المنتدى الإقليمي لبرنامج جيمس وأفريقيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بمدينة شرم الشيخ، حيث شارك نحو 50 دولة أفريقية وعدد من العلماء والباحثين في مجالات البيئة والاستشعار من بعد. وناقش المنتدى دور الاستشعار من بعد وخدماته المتعددة في تنمية القارة الأفريقية وتعزيز الاستفادة من جميع مواردها. مؤتمر شرم الشيخ النهاردة هو المنتدى الأفريقي الأول للمرحلة الثانية من برنامج جيمس أند أفريكا. وجيمس أند أفريكا ده من البرامج التي بدأت منذ سنوات عدة لاستخدام بيانات الأقمار الصناعية لخدمة القارة الأفريقية على مستوى البيئة البحرية والساحلية، على مستوى المياه والأراضي. والهيئة ممثلة في هذا البرنامج منذ سنوات عدة، وطبعا بتوجيهات القيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، دائما الحث على التعاون مع القارة الأفريقية ومع الشركاء الأفارقة وعودة الريادة المصرية والوجود المصري. المنتدى يعتبر الأول لهذا التجمع الأفريقي الكبير، بيتكلم على استخدامات نظم مراقبة الأرض والاستشعار عن بعد في واستخدامها في التنمية المستدامة ورفع مرونة البيئة في القارة الأفريقية والتحسين من العائد من الموارد الطبيعية الموجودة. وطبعا القارة الأفريقية مليئة بالموارد والمصادر الطبيعية.